السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جينا بالحلقة 24 وتأسيس جديد وفكرة جديدة. بداية قلت لكم من الحلقات اللي فاتت لازم نتعلم ان احنا نعرف افكار جديدة وجمل جديدة كمان للاولاد علشان يعرفوها معنا. تعالوا نشوف حلقة النهاردة بتتكلم عن ايه. ان احنا قبل كده قلنا I like انه يستخدم يحب، لازم استخدم جمل، لازم استخدم تراجم، لازم استخدم اسئلة، لازم ان هم يعرفوا يردوا على الاسئلة دي كلها كإجابة كاملة، فلازم ان احنا ننوع فيها. طيب لقينا النهاردة ايه في شغل التأسيس يا تيتشار؟ لقينا ان احنا ممكن نستخدم فعل جديد اللي هو want، فعل جديد اللي هو what is the meaning of want يعني يريد، want يعني يريد. وكالعادة بنحفظ الاطفال الاول او الاولاد الكلمات منفصلة، مثلا بيحفظ كلمة بريد يعني خبز، كلمة لحمة ميت، كلمة سلطة سالد، وبنلاقي كلمات سهلة للأولاد بيكتبوها، كلمة أرز رايس. تاني فكرة زي ما أنا عاملة كده بالظبط بتعمليها، إن هو بيكتب الأول بإيده ويعرف هو بيشتغل على إيه. يلا نمسك اللون البيربل والجملة الأولى بتقول، هو اللي يقرأ أي، ما هو كده بدأ يقرأ طالما في الحلقة الـ 24 بدأ يشتهج معايا، يبقى I want bread. Next. طب اللي بعد كده I want meat. I، وطبعا نكتبهم اكتر من مرة بس هو بيقراها بالشكل ده، I want salad and I want rice. وممكن امثلها كمان لو احنا قاعدين في رستوران مطعم، تمام، وقال لكم what would you like to eat or what would you like to have، حابب ان انت تطلب ايه. دي جمله سهله قوي الاولاد ممكن يستخدموها معانا. بيقول ايه I want، عايز اطلب حاجات من الويتر الجرسون، اقول له ايه I want a bread، I want meat، I want a salad، I want a rice. وكلمه wanna اللي هي want، I wanna الناس اللي بتحب تظبط الاكسنت بتاعتها وبتنطق صح، او خلينا كده طالما بنعلم اولاد صغيرين دلوقتي يبقى I want. وطبعا يكتبها كده ويكتبها بالكالرز، قلت لكم الاقلام الالوان دي بتبقى مميزه جدا للاولاد وبتخليهم حابين ان هم يذاكروا، تمام. وقولوا very good، big star for you، نجمه كبيره عشانك، big star for you، big star for you. اوكي، بعد ما يكتبها بدربوا عليها ازاي بقى يا تيتشر؟ ان احنا بنجيب جمل منفصله بالشكل ده. يلا مع بعض، الاولانيه عندي بريد، هيقول لي ايه؟ I want bread. I want bread. دي جملة كده لازم يتدرب ان هو يكتب اجابة كاملة. طب يتدرب ازاي تيتشر؟ عن طريق ان يترجمها، او سؤال السور ده لطيف قوي بيخلي الاولاد يكتبوا جملة كاملة، او عن طريق الترجمة. ممكن اكتبها لك جمل بالعربي، انا اريد لحمة، انا اريد تفاح، انا اريد سلطة. I want salad. اوكي. I want meat. I want rice. I want apple. وبنكمل على الحال ده كده، I want bananas. ولو مش عارف كلمة مفيش مشكلة ان انت تساعديه، بس يكفينا ان هو يكتب لوحده I want. يعني لو كلمات ممكن تنقي له مثلا واحد عاوز عربية نقي له السهل عشان يكتب I want a car، I want a cake. اوكي، يبقى I want. هي جات لنا جملة I want a car، I want a car، I want a car. نقي له كلمات سهلة بس اهم حاجة يحفظ لوحده كلمة I want. انا اريد، I want. انا اريد، I want. انا اريد، I want. انا اريد. ده حلو جدا للصغيرين وللكبار كمان. ليه كبار؟ علشان بنقدر ان احنا نكتب باراجراف كامل مع بعض. يبقى I want، وده فكرة تدريبه، ويكتبه الاول بعد ما يكون عارف كام كلمة عشان يقدر يوظفها. حتى لو كلمات دي تقيلة عليه هاتيله كلمات سهلة، كلمة cat، كلمة car، كلمة cake، كلمة book. ايه ده ينفع يقول I want book، I want car، I want cat؟ ايوه طبعا ينفع، ايه المشكلة؟ بديله كلمات سهلة عشان يعرف يشتغلها معايا. اوكي، يلا نكمل بينا الحلقة بتاعت النهاردة.
ايه ده ايه ده ايه ده يا تيتشر سمر، ده انت علتي بينا بالمستوى. اه طبعا لازم نعلى بالمستوى، لان احنا مش هنفضل في مستوى الثلاث سنين فقط، انا بشتغل في كل المستويات وعشان يتطوروا معانا. طب اللي عاوز مستوى اقل عادي جدا يرجع يتفرج على الحلقه الاولى، لان انا ماشيه بالتدرج فلازم اعلي بالمستوى. هنتكلم النهارده عن الساعه اوكلوك، هنتكلم عن كلوك الساعه. السؤال بتاع الساعه الاول لازم يحفظه. طب بيحفظه زي تيتشر؟ لو طفل صغير 4 سنين أو 5 سنين بيعرفها شفوي، بيعرفها شفوي. ايه ده يا مس صبر، ده المفروض بناخدها في ثالثه ورابعه. لا ما عنديش الكلام ده. ليه؟ لان انا ممكن اقول لك طريقه سهله دلوقتي نحل بيها الساعه. اول حاجه سؤال الساعه اسمه ايه؟ What time is it؟ What time is it؟ في سؤال تاني اسمه What is the time؟ مش وقته. ما اديلوش اكتر من فكره طالما لسه باسسه. What time is it؟ What time is it؟ What time is it؟ لازم احفظ السؤال. لو طالب كبير زيكم كده هيحفظ السؤال بنفسه وهيتملاه. What time is it؟ او What is the time؟ طب ايه الطريقة الحلوة بقى؟ لو تفتكروا الشفرة اللي انا قلتها لكم اللي بحل بيها كل حاجة في الدنيا، ايه هي؟ بخطف مين من الاخر؟ هنخطف مين؟ it. قلت لكم بنخطف الكلمة الأخيرة اللي هي it. يلا نكتبها. وطبعا بعد ما خطفتها صاحبتها زعلت اللي هي اللي هي يبقى ات از، نكتب از كلنا. واروح ابص على الساعه. طبعا انا ما ينفعش في حلقه واحده اديلهم الساعه بالظبط ونص ولا ربع وخمسه وعشره، لا كده بلخبطوا. خلي بالكم برضو ان احنا بنأسس من اول 4 و5 سنين، يعني في حلقه لوحدها كده زي حلقه النهارده ندي الساعه بالظبط فقط. ندي الساعه ايه؟ بالظبط فقط. لقيت الطالب بقى متمكن وفهمها وبيحلها لوحده، ابتدي اديها له ونص وربع وخمسه وعشره. تمام، تعالى اما نشوف انا ازاي بعرف ان الساعه بالظبط. افرض ابني لسه ما خدهاش بالعربي. طب انا عارفه ان معظم الاولاد لسه ما خدوهاش بالعربي، بس انا اقدر اعلمها له بالانجلش كمان في الاول. ازاي يا تيتشر؟ اهي الساعه دلوقتي العربي الصغير على الاثنين والكبير على الاتناشر، يبقى الساعه كام بالظبط؟ 2 o'clock. طب الساعه هنا 4 بالظبط، 7 بالظبط، 9 بالظبط، 1 بالظبط. تعالى اما نجرب. it is الساعه 2 طالما العربي الصغير على الاثنين، الصغير على الاثنين. وخلي بالكم انا بكتب الرقم اللي قدام العقرب الصغير، اللي قدام العقرب الصغير، اللي قدام العقرب اهي. it is 2، وخليه يحط السيركل الاول كده يحدد الرقم اللي هيكتبه على الساعه. يبقى it is 2، وبزود من عندي كلمه o'clock. o'clock اهي. it is 2 o'clock، واحط فول ستوب. it is 2 o'clock. it is 2 o'clock. تمام. طب السؤال الثاني what time is it؟ نعمله بلوك ثاني، خلي الولد يعملوا بلون تاني ويشتغلوا لوحدهم زي ما انا سايبه الاولاد دلوقتي تخلصها لوحدهم. انا مجرد بعرفهم الفكره في نقطتين وانتوا ايه بيحل الباقي. نفس القصه هتعمليها في البيت مع ابنك اهو. الساعه كام الاول؟ 4. العربي الصغير على ايه؟ 4. يجري، حط سيركل، اجري بسرعه وحط السيركل بتاعتك عشان نحدد الساعه. الساعه 4، هخطف الكلمه ات، وبعد الات بنخطف is. okay it is الرقم كلوك. it is الرقم كلوك. it is الرقم كلوك. it is الرقم كلوك. يعني الرقم هنا 4 4، وبحط بعده كلمة كلوك. وبعد كده بتسيب انت التلات امثلة التانيين زي ما انا سايبة الاولاد تحلوا بايدها اهي، لازم يحلوه بايدهم هما بتعملي الفكرة. طب افرض ابني لسه ما استوعبهاش، زودي الساعات، زودي 10 15 ساعة تكتبيها له 1 2 3 4 5 6 لحد الساعة 12 ويقعد يكتب. it is بيخطف، بس أنا ما بحبش طريقة الحفظ، قولي له بتخطف الكلمة الأخيرة اللي هي it، صاحبتها زعلت اللي هي is، وبعد كده الرقم اللي هو قدام العقرب الصغير، العقرب الصغير. وطالما الساعة بالظبط بحط في الآخر كلمة اوكلو. thanks so much. استنونا في الحلقة 25 ومفاجآت ومستوى تالت. good bye.